الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم سوف نتوقف في هذه الخطبة عما قد بدأناه في بناء الذات، ونتناول خطبة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، رواها الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي عليه رضوان الله قال: قام فينا رسول الله خطيبا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم في مرة من المرات من هذه الخطب، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العجيبة الغريبة التي فيها الكثير من المواضيع، ومنها ما يتعلق حتى بعصرنا. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم، مما علمني يومي هذا. يعني هذا العلم نزل اليوم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه اليوم، وأمره رب العزة أن يعلمه أمته، فقام فيهم خطيبا في يوم الجمعة وقال لهم هذه الخطبة. كل مال نحلته عبدا فهو حلال، أي ما من رزق جاءك من الله سبحانه وتعالى بطريق شرعي فهو حلال لك، ولا يجوز لأحد أن يحرم على نفسه ما أحل الله سبحانه وتعالى. فكانت العرب قديما تحرم بعض أصناف الإبل كالحامي وغيرها والسائبة وما إلى ذلك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وإني، يقول على لسان رب العالمين، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أبعدتهم وأخذتهم عن دينهم حنفاء. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين. حنفاء أي يميل إلى الحق. الفطرة السليمة، الإنسان ذو الفطرة السليمة عندما يعرض عليه الحق ترى قلبه يميل إليه مباشرة، مباشرة. صاحب الفطرة السليمة يعرف الحق مباشرة فيميل إليه. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرموا عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشياطين هي التي زينت للناس أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى وأن يعبدوا الأصنام والأوثان. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإني أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، أي هذا امتحان لك يا محمد وامتحان لكل من سوف ترسل إليه. وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، محفوظ في الصدور، لا يمحو ولا يزول إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
تقرأه نائما ويقظا، لأنه محفوظ في الصدور والقلوب، فحتى النائم فالقرآن موجود في وين؟ في قلبه. تقرأه نائما ويقظا. قال: وأمرني ربي أن أحرق قريشا، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة، وأمرني ربي أن أحرق قريشا، فقلت ربي إنهم يثلغوا رأسي فيدعوه خبزا. يثلغ يعني يشدخ، يفلع، وإحنا عندنا في الخليج فلعته، شدخته، شدخت رأسه يعني كسرت رأسه. قال إنهم سوف يقتلوني كما قال موسى عليه السلام لربه: إني أخاف أن يقتلون. فكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عندما أمره أن يحرق قريشا، فقال: إنهم يثلغوا رأسي فيدعوه خبزا. قال: فاستخرجهم كما أخرجوك، استخرجهم كما أخرجوك، كما أخرجوك من بلدك وأجبروك على أن تخرج من مكة فأخرجهم. لذلك لما جاءت في نهاية الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأمر واضحا أن لا يبقى مشركا في جزيرة العرب، يخرجوا كلهم كما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. لا يقبل من مشرك في جزيرة العرب إما الإسلام أو السيف. عندما جاءت في نهاية الدعوة وحجة إيش؟ الوداع، انتهى. وأمهلوا 4 أشهر، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى: وأخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، أي اغزهم نعينك وننصرك عليهم، وأنفق فسننفق عليك، وأرسل جيشا نرسل مثله 5. يعني ما من جيش تبعثه يا محمد لقتال المشركين والكفار إلا ونحن نؤيدك 5 أضعاف، وما من جيش ترسله إلا أرسلنا 5، واستعن بمن أطاعك على من عصاك. هذا مبدأ. أحيانا إحنا عندما نريد ساعات نستعين بالذين يعصونا فيفسدوا علينا الأمر. استعن بمن أطاعك على من عصاك. ولذلك عليه الصلاة والسلام رفض معونة اليهود ومساعدة اليهود له في معركة أحد. عندما خرج جيش المسلمين خرج اليهود معه، فقال: من هؤلاء؟ قال: يهود خرجوا يعينوننا. قال: مروهم فليرجعوا، فإننا لا نستعين بكافر على كافر، ما نستعين، إنما بمسلم على إيش؟ بمن أطاعك على من عصاك. وإن أهل الجنة 3، هذا كله في الخطبة. وإن أهل الجنة 3، ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. كل ذو سلطان، كل من أعطاه الله سبحانه وتعالى نفوذا وسلطانا فكان عادلا متصدقا، أي سهلا في تعامله مع الناس، يصرف أمورهم ويخدمهم ويسهل معاملاتهم ويعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، مو يمسك يكون هو صاحب الملايين والمليارات والناس تعيش في فقر مدقع. عجيب عندما تنظر وتتأمل في حالنا اليوم،
ترى ناس تملك المليارات وناس لا تملك شيئا، وهو يقول وتوصف هذه الحكومات وهذه الأنظمة فالحكومة الرشيدة ما تركوا شيئا لعمر بن الخطاب ولا للخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، يوفقه الله سبحانه وتعالى في كل أموره لعدله وتصدقه، فيوفق في اختيار ولاة أموره، في اختيار وزرائه، في من يديرون بلده، في البطانة الصالحة، في قراراته، في أحكامه، يوفقه الله سبحانه وتعالى بسبب عدله وتصدقه على رعيته ومن هم تحت يده. وعفيف متعفف، وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف عن أن يرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. متعفف، متعفف أن يسأل الناس أو يسأل أقاربه أو من يعرفهم أن يساعدوه مع أنه محتاج، لكنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فتراه كريما سخيا تقيا ورعا. هذا الإنسان الذي نحن لا نحس به ولا نشعر بهمومه ومشاكله ولا يظهرها لأحد ولا يشكو إلا لله سبحانه وتعالى. عفيف متعفف ذو عيال، ورجل رحيم رقيق القلب على كل ذي قربى ومسلم، حنون على كل الناس، رحيم على كل الناس، على أقاربه وعلى من هم غير أقاربه، كما وصف الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف المؤمنين. الآن احنا الآية انعكست، الآن احنا رحماء مع الكفار أشداء فيما بيننا، أبدا في التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وما إلى ذلك، حتى الإسلاميين الذين اختلفوا فيما بينهم في القضايا يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. يا أخي اطرح خالفه واطرح أدلتك والبراهين التي أنت تؤمن بها دون أن تجرح، دون أن تسب، دون أن تلعن. ليست هذه من أخلاق المسلمين. أين تراهم؟ هل رأيتم رجلا اهتدى عن طريق السب واللعن والشتم؟ أنا أسأل سؤال، هل رأيتم رجل رجع إلى الحق عندما سبه فلان ولعنه فلان وشتمه فلان؟ يعني أنا أنظر إلى أن الحق في هذا الجانب، وأخي الثاني ينظر أن الحق في الجانب الآخر. هل عندما ألعنه وأسبه وأشتمه سوف يعود إلى الحق الذي أنا أؤمن به، أم سوف يتمادى في تمسكه بالباطل؟ هذا اللي قاعد يصير الآن، وقاعدة تتمزق الأمة أكثر وأكثر 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 وأكثر، لأن تركنا أخلاق المسلمين. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، مشكلة عندنا، مشكلة. وهذه ليست من صفات أهل الجنة يا جماعة، ليست من صفات أهل الجنة. يخالفني فلان في رأي من الآراء في قضية سياسية، في قضية فكرية، في قضية دينية، هل أذهب فأشتمه وألعنه وأتفوه بكل الألفاظ البذيئة لكي أعيده إلى الصواب وإلى الحق الذي أنا أؤمن به؟ وهو أيضا يرد علي بالمثل ويقول أنا الذي معي الحق، وهو يريدني أن أعود إلى الحق الذي هو يؤمن به
أيضا بسبي وشتمي ولعني والألفاظ القبيحة. لا يمكن أن ينصلح حال الأمة إلا إذا عدنا إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله من الأخلاق. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة وأهل النار خمسة، وأهل النار خمسة، نذكر واحدا ونكمل في الخطبة الثانية الأربعة. الضعيف الأول وأصناف أهل النار الخمسة التي ذكرهم الرسول في خطبته تلك. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. هذه أخطر ما في الحديث، أخطر ما في الحديث هي هذه الجملة. لأول مرة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنف العجيب من أهل النار. الظالم، المجرم، السفاح، الطاغية، كيف يرتكب جرائمه؟ شنو الآليات التي تساعده على ذلك؟ هم الجنود الذين يأمرهم بالقتل فيقتلوا، يأمرهم بالدمار فيدمروا، يأمرهم بالاقتصاد فيقتصبوا، ثم يقولون نحن عبد المأمور. عبد المأمور هذا في الجنة، في النار على طول، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا تعقل به، تميز به بين الصواب وبين الحق. الضعيف، الإنسان الضعيف المسكين، لأن هؤلاء الجنود وهؤلاء كلهم ضعاف. الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له، ما يفكر بعقله، ما يشغل هذا العقل. نحن قلنا في الخطبة الماضية أن من أهم المهارات التي يتصف بها المسلم من المهارات الأساسية التفكير السليم. لن ينفعك، لن تنفعك هذه الأوامر التي تأتي من فوق فتقول لك اقتل واضرب واغتصب واسجن وارتكب المنكرات، وانت تعرف انها منكرات، ولكن تقول انا عبد المأمور. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون اهلا ولا مالا، يعني يفعل ذلك اكراما لهؤلاء الرؤساء، لا يبتغي من ذلك اجرا او مال. بعضهم ما يعطونهم فلوس، يعني ما هو راتبه، ولكن يفعل ذلك طاعة لمرؤوسي وتقربا إليهم، فيرتكب المنكر. وما أكثرهم في هذه الأيام، هذه المنكرات التي نحن نراها، والذبح والقتل والمخالفات الشرعية في كل البلاد العربية، ما من يرتكبها هم الذين لا زبر لهم، لا عقل لهم، لا إرادة لهم، عطلوا عقولهم، عطلوا أفهامهم، عطلوا أفكارهم، فأصبحوا إمعة يفعلون ما يؤمرون فقط. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طيب الجنود كانوا هم عبد المأمور، هذين الذين لا زبر لهم خاطئين، لأنهم هم الآلة، هم الآلية التي يعتمد بها الظالم المجرم على أن يسفك الدماء ويغتصب الأعراض ويسرق الأموال ويهدم البيوت ويقتل الحرث والنسل. هذه الآية، هذه من صنف من أصناف النار الخمسة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم يذكر عليه الصلاة والسلام الصنف الثاني من أهل النار والعياذ بالله، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه.
وما أكثرهم هذه الأيام. الخائن الذي لا يخفى له طمع، أي لا يظهر له طمعا، يعني هذا الذي يأتيك ويقول لك كلاما جميلا تظن أنه هذا أأمن أهل الأرض، أكثر الناس أمنا وأمانا، فتسلمه حلالك، فما أن يجد الفرصة إلا ويخون، حتى وإن كان شيئا صغيرا وإن دق وإن صغر، يعني ممكن يبوك كل شيء، حتى قلم الرصاص، مستعد يخون حتى لو كان ذلك قلما رصاصا بريال واحد، مستعد يبوك، وما أكثرهم والعياذ بالله، هذا من أهل النار على طول. والخائن الذي لا يخفى له خيانة، وإن دق إلا خانة، على طول لا يظهر هذه الخيانة، ولكن إن مسك وتمكن يخون، حتى وإن أعطي منصب صغير يخون على أدق وأصغر الأشياء وأتفه الأشياء، فهو خائن. الخيانة في دمه ما يستطيع أن يتصرف إلا بهذه الطريقة. ورجل، الصنف الثالث والعياذ بالله، رجل لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. هذا المؤامرة في دمه، يخطط لكي يخدعك في أهلك ومالك، وما أكثرهم هذه الأيام خاصة في الإعلام، مستعد يزور في الفيديوهات، مستعد يزور في الحقائق، مستعد يزور في كل شيء، شغال ليل نهار متعمدا عامدا أن يزور الحقائق لكي يغير رأي الناس ويخدعهم في أهلهم ومالهم، وما أكثرهم، لا كثرهم الله عز وجل في هذه الأمة. ورجل لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. والصنف الرابع والبخل أو الكذب، نسي الراوي، البخل أو الكذب، لأن البخل الذي يبخل بخلا شديدا لا بد له أن لا يعطي لأهل الحقوق حقوقهم، فيطالبونها بها يوم القيامة والعياذ بالله. والكذاب معروف، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قضية الكذب والاستمرار في الكذب على الناس في كل وسائل الإعلام لتغيير الحقائق وقلب المواقف، ولكي يجعل الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله، وما أكثر هؤلاء في كل المجالات. ثم قال والشنظير الفاحش، رقم 5، الذي اجتمعت عليه صفتان من أقبح الصفات، سيء الخلق وفاحش وبذيء في لفظه، أخلاقه تعيسة وألفاظه أتعس، سيء الخلق، لا يعرف حلالا ولا حراما، ما عنده، مستعد يفعل أي شيء لسوء أخلاقه. إحنا الآن نسميهم البلطجية، ها، الشبيحة، أبدا تحصل أخلاق سيئة وألفاظ بذيئة، لا يتورعون عن فعل أي شيء لرؤسائهم، وهو من نص الصنف الأول، ها، الذي لا زبر له، ما له عقل ولا إرادة ولا فهم ولا يفكر ولا يشغل هذا المخ، الذي لا زبر له، الشنظير الفاحش، أي السيء الخلق الفاحش في ألفاظه وأقواله والعياذ بالله.
هذه كانت نموذج لخطب الرسول صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام مسلم في صحيحه عن هذا الصحابي الجليل عياض بن حمار المجاشعي، يبين لنا من البداية كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس حنفاء، وكيف بعد ذلك أشركوا، وكيف أنه أنزل وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ابتلاء لنا، يمتحننا، يختبرنا، من يلتزم بهذا الدين ومن ينحرف عنه، وكيف يأمره بأن يقاتل بمن أطاعه من عصاه، ثم يبين أنواع أهل الجنة، من يدخل الجنة ومن يدخل النار والعياذ بالله. يعلمنا ما جهلنا في البداية، إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. نعم صدقت يا رسول الله، علمتنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار، وأقم الصلاة.